مرحبا أستاذ. لين رائد؟ ليش برا الصف؟ بلشت الحصة. أستاذ مصاح ضحكت لي، إذا بدي أي شيء أجي أحكي لك. شو في؟ مش المدير طلب أبوي، بس أبوي إذا بيعرف إني عامل كمان مشكلة رح يطلعني من المدرسة. بالله عليك يا أستاذ تحكي مع المدير وتحكي له بلاش. طيب هسا بكتب لك ورقة ترجع فيها على الصف وأنا بحكي مع أستاذ يوسف. سي رائد، أنت بتعرف أنا هيك عم بكفلك، يعني شو ما صار ما بدي مشاكل. طيب شكرا. شكرا أستاذ. بس عفوا، مين حكى لحضرتك انه دينا إلها علاقة بهاي الصور؟ اللي بعرفه انه إلها كل العلاقة، عشان هيك جبتك لهون لحتى تشوفي بنفسك تتصرفي معها وتحققي بالموضوع. والبنات قالوا لي انها على علاقة مع واحد تكتب له كلام حب على صفحتها على الفيسبوك. دينا؟ انا جبتها لعندي لهون وحكيت انا وياها، بس ما تعاونت معي ابدا. بس انت بتعرفي دينا منيح وبتعرفي. انا اللي بعرف دينا منيح، وبعرف انه دينا بنت شاطره وذكيه، مشان هيك انا ما بدي هاي المواضيع والقصص تاثر على دراستها ومستقبلها. فبتمنى منك يا مدام انك تتعاملي معها منيح وتتصرفي منيح. ماشي. جد متخلفين. أنا فرجيك يا سميرة. دينا خلاص، يعني أنت عم تكبر الموضوع هيك. إذا بتروح بتحاوشيها ما رح تستفيدي إشي. دينا، أنا حكيت مع المديرة وبالبيت قلنا حكي تاني. فرجيها لسميرة. دينا خلص، شو مالك؟ يعني أمك والمدير عيونهم عليكي، تروح تعمل مشكلة تانية. خلص روقي هلأ شوي. معك حق، رح أموت قهر، بس معك حق. وغزيرا التفرد وعميقة الامتداد ما يمكنها من الوصول إلى المناطق الرطبة في التربة أو إلى المياه الجوفية. مين اللي بيرمي ورق؟ شو الصوت هذا؟ اطلع برا. يا أستاذ أنا ما إلي دخل، في حدا ورا عم بيرمي علي ورق. بقول لك اطلع استناني برا. يا ويلك إذا بطلع ما بلاقيك. اطلع برا. أنا أصلاً ليش بحكي وبقلب حالك؟ ما أنت هيك هيك ما راح تصدقني. هاي اللي طالع. شو بتساوي هون؟ أستاذ مصعب طردني. أنت مش معقول يا ولد، فهمني شو في براسك. لسه هلا متفقين أنا وياك ورايح أتوسط لك عند المدير. أستاذ والله ما عملت شيء، والله العظيم ما عملت شيء، بس خلص كل إشي بيصير بصفي لازم ينحكى إنه سببه رائد. إذا دباني بتمر بيحكوا إنه رائد،
لأنه بكل بساطة ما في أسهل إنه يلبسوا أي إشي لرائد من هامل الحمار. أنا بعرف إنه ما في حدا تاني، بعرف إنه الكل بتمنى إني أموت. طيب إهدى إهدى يا رائد. بس هاي المرة والله ما عملت شيء. أكيد ما عملت شيء؟ أحكي لك والله ما عملت شيء. طب أنا هلأ بحكي مع أستاذ مصعب، أنت روح غسل وجهك. ماما أنا آسفة. يعني عارفة حالك غلطانة؟ آه لا أنا آسفة عشان أنا عارفة إنه أنت تعبانة ومتضايقة ومش ناقصك. طيب مدام دا عارفة إني تعبانة ومش ناقصني رح تعملي مشاكل وحكي فاضي مع شباب؟ ليش؟ هذا اللي اتفقنا عليه يا دينا؟ هيك اتفقنا تساعديني وتحملي المسؤولية؟ يا ماما أنا بحكي لك أنا والله ما عملت إشي، هاي كلها إشاعات وحدة بالمدرسة قاعدة بتطلعها علي. إشاعات مطلعتها عليكي هيك؟ آه فيش إشي بيجي بدون سبب، أكيد في إشي أنت عاملتي. خلي الناس تطلع عليكي إشاعات، شو اللي عاملتي؟ ومين هذا الشاب؟ يي علينا، بعدين معاكم خلص كلكم نفس الحكي نفس الحكي، الشاب الشاب ما في شاب، حل عني. تعالي لهون بحكي معاكي أنا. أنا قلت لك بدال المرة 100 إنه إحنا إلنا ظروف خاصة، ما عنا زلمة بالبيت، لازم ندير بالنا على سمعتنا كتير منيح وما نخلي ولا حدا يحكي علينا ولا نص كلمة، فهمتي؟ بعدين بطلي استهتار تصرفات ولاد صغار. لا أنا مش مستهترة ولا بتصرف زي ولاد صغار، هو أصلاً في ولاد صغار بيرجعوا من المدرسة بيجلوا بيغسلوا بيطبخوا بيعملوا كل إشي، وإنتي بس ترجعي من الشغل تعبانة بدك تنامي، بس هاي هي حياتنا. والله عشان جليتي لك شوية جلي خلص بطلت أمك، أما الشغل اللي بشتغله طول النهار من الصبح لليل ليش هذا؟ مش عشان حضرتك تعيشي مرتاحة؟ مش عشانك هذا كليات ومش عشان ما تحتاجي إشي؟ شو فيها لو درتي بالك شوي على البيت؟ أنا لازم أدير بالي على البيت ولازم أدير بالي عليكي ولازم أدير بالي على دروسي ولازم أدير بالي من حكي الناس
طب وانا؟ انا مين بده يدير باله علي؟ عشان هيك رحتي تتعرفي على ولد صايع عشان هو يدير باله عليكي. اه جد؟ عن جد؟ Yeah.